ابتسام، يعني ما شاء الله انت شاركتي في اكتر من بطوله وحققتي فيها مراكز كمان. شاركتي في الاولمبياد بتاعي صح؟ ريو دي جانيرو 2016. طب بالنسبه لك بقى حسيتي بايه وانت بتشاركي في الاولمبياد؟ وهل دي بالنسبه لك اصعب ثالث مره مصر تتاهل فيها؟ اول مره في تاريخ افريقيا. اول مره في تاريخ افريقيا. طب احساسك ايه بقى وانت اول مره بتصعدي بمصر في الاولمبياد؟ وكمان ايه الاختلاف بينها وبين البطولات الثانيه؟ بص، الاولمبياد دي اكبر هدف لاي لاعب رياضي يعني، وهي اكبر حلم عامه. هي الفكره ان انت تتاهل الاولمبياد، مش ان انت تروح تلعب. انت رحت لعبت خلاص، انت يعني الريدي، انت بقت كلكم زي بعض. كل لعيبه بطل العالم مع اللي لسه متاهل كله خلاص عالية. لان اللي اتاهل اتاهل بصعوبه. اللي اتاهل ما دخلش ولا لعب في المكان ده بسهوله. اللي اتاهل اتاهل بصعوبه. احنا عندنا التاهيل في الكوتا، عندنا تقول لنا اللاعب الاول على افريقيا. يعني افريقيا فيها كام دوله؟ القاره كلها بياخد بطل القاره بس منها واحد بس. طبعا في دول تانية ليها يعني، في قارات تانية واخده شويه عندنا عشان اللعب عندها اكتر. يعني زي مثلا بياخدوا اول 10 على العالم، امريكا مثلا بياخدوا منها اول 2، مثلا اوروبا ياخدوا منها اول 5. يعني دي الكوتا اللي احنا بنمشي عليها. فانت احساسك ان انت تبقى وسط الناس دي كلها، انتوا مثلا 28 واحد او 25 واحد بحسب اللي بيلعبوا، انت بلدك الوحيده بس اللي في افريقيا رايحه تلعب اولمبياد. فهي الموضوع احساسك ايه بقى؟ لا احساس طبعا، يعني انا لحد دلوقتي ما اقدرش انساه. وان شاء الله ان شاء الله مستنيه احس بيه باذن الله. يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله الاولمبياد طوكيو هنستعد لها بكل يعني بكل جداره ان شاء الله وبشده باذن الله. لكن هو الموضوع بصراحه يعني مهما اوصف لك، مهما اكلمك، مش هوصف لك اللي انا كنت عايشه فيه. انا الخبر لما جالي ان انا اتاهلت خلاص الاولمبياد، انا كنت ماشيه في شارع عادي عندنا، انا ما وصلتش بيتي. يعني انا قعدت في الارض والمدرب بتاعي كلمني فبيقول لي والله خلاص الجواب اتبعت للاتحاد بتاعنا، تمام اتاهلتي الاولمبياد. لان قبلها واجهتني صعوبات كثيره جدا، صعوبات تخليني فعلا ما اتاهلش بكل المقاييس، مش هتاهل خلاص. ده غير ان يعني في ناس كتير، بعض الناس بتتكلم خلاص ما فيش تاهيل اولمبياد، خلاص انسيها. انت بتهزري؟ تروحي اولمبياد ايه؟ ايه اللعبه دي اللي تروح اولمبياد؟ ماشي، طب ما انا فعلا تستحقي ده خلاص تصعدي اولمبياد. يعني فعلا انا لا قبليها كان عندي اول كانت سنه دراسيه ليا في الكليه تبعي، فخلاص اللي هو ايه، لا مش مهم. طب الامتحانات ولا المعسكر؟ كنت لسه ما سافرتش، كنت لسه في معسكر داخلي. قلت لهم لا مش هقدر انزل من المعسكر عشان انا عندي تمرين مهم جدا ولازم احضره، عشان عندي بعد كده البطوله دي لازم اكسبها واتاهل الاولمبياد. ما سافرتش البطوله وقعدت في المعسكر. بعد ما قعدت في المعسكر بعديها بيومين عملت حادثه وقعدت في التدريب، حصل لي كسر في الترقوه مضاف. هي مش نصيبك يعني، انا كده مش هروح الاولمبياد. بس النصيب لا رحت. لا روحت. ما شاء الله. بنتكلم على ريو دي جانيرو 2016. لا روحت. يعني انا حصل لي كسر في الترقوه، كسر مضاعف ليها، ودخلت عمليات كل الدكاتره. استحاله تلعبي. انا قلت لهم انا ما بلعبش باسكت، انا ما بلعبش مثلا يد او الكلام ده، انا مش بستعمل ايديا. يعني انا بمسك الجدون بايديا بس، القوه كلها بتبقى على رجلي، على جسمي. مصرة ان انت تدخلي فيها ورغم ان فعلا قابلتك صعوبات كتير، ولكن نصيبك في الاخر ان انت تروحي. الحمد لله رحت. احنا هنستناكي في طوكيو ان شاء الله، هترفعي راس مصر وراس افريقيا كلها وترجعي لنا كده باسم مصر عادي باذن الله.